السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض اللانشون باللحمة. طبعا في أيام المدارس وللفطار ما بنستغناش عنه، هنعمله في البيت بطريقة أكتر من رائعة، والنتيجة مضمونة جدا زي ما انتوا شايفين، والطعم مفيش أجمل ولا ألذ من كده. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا التفاصيل، بس قبل ما ندخل الطريقة أتمنى من كل قلبي اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب وشير ولايك للفيديو لو عجبكم. طبعا هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير وطريقة التحضير. المكونات اللي موجودة معايا، موجود معايا 200 جرام من اللحمة المفرومة بالشكل اللي انت شايفاه ده، عندي كمان 5 بيضات، ومعايا كمان 1/4 كوباية من الدقيق، 1/2 كوباية من الزيت، 1/4 كوباية من النشا، 5 مكعبات من الجبنة النستون او الجبنة المكعبات، ومعايا كمان حوالي 1/4 كوباية من التلج، التلج يكون شوية فيه شوية مية، ما يكونش تلج جامد. والتوابل اللي موجودة معايا 1/2 معلقة صغيرة من الملح، 1/2 معلقة صغيرة من البابريكا، 1/2 معلقة صغيرة من الثوم المهروس أو الثوم البودرة، 1/2 معلقة من الكوبيبة الصيني المطحونة، ومكعب من المرقة، وكمان 1/2 معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. أول خطوة هنبتدي بيها هي اللحمة. هجيب اللحمة في المطحنة أو في كبة تكون صغيرة، وهبتدي أفرمها فرم ناعم جدا على حسب الأداة اللي موجودة عندك، المهم توصليها للشكل اللي هتشوفيه معايا. هضيف عليها مكعبات التلج، ومكعبات التلج ما تكونش مكعبات جامدة علشان تحافظي على الكبة بتاعتك، يعني يفضل انها تكون مية مجمدة ويكون فيها قطع تلج صغيرين. هفرم اللحمة بالشكل اللي انت شايفاه ده، هركنها على جنب، ودلوقتي نجيب الخلاط علشان نحضر لباقي المكونات. هضيف في الخلاط كل المكونات اللي موجودة معايا، ضفت هنا البيض، وبعد كده هضيف الجبنة. كل اللي محتاجاه ان افرم كل المكونات مع بعضها فرم ناعم جدا جدا. كمان ضفت الدقيق، وبعد كده النشا، وموجود معايا كمان الزيت. وبعد كده هبتدي انزل بكل التوابل. زي ما قلت لك الثوم، لو مش موجود عندك ثوم من اللي هو المهروس او الثوم الفريش، يبقى تضيفي الثوم بودره مفيش اي مشكله. ومعايا كمان المكعب الماجي، واللون كاضافه لو تحبي، لو ما تحبيش مفيش اي مشكله. فرمتهم فرم ناعم جدا بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اضيف عليهم اللحمه. وطبعا خدي بالك من الخلاط، ما تفرميش فرم طويل او ما تضغطيش ضغطة طويلة، لا افرمي فرم متقطع علشان هو تقيل شوية على الخلاط، فحفاظا على الخلاط بتاعك يفضل تاخدي بالك شوية وانتي بتفرمي. بعد ما فرمتها ووصلتها للشكل ده، ضفت عليها شوية من الفلفل الاسمر كاضافة لو ما تحبيش طبعا الفلفل الاسمر الحصى مش الناعم. في الخطوة اللي بعد كده هحضر كيس حراري بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس اللي موجود معايا جنبه شوية علشان كده هضطر استخدم الكيس التلاجة العادي. كيس التلاجة العادي ده مش هينفع تضيفيه في المية السخنة بطريقة مباشرة، لأنه هيتأثر بشكل كبير جدا بالحرارة بتاعة المية، فيفضل الكيس الحراري. ولكن لأني الكيس الحراري اللي موجود معايا كبير قوي، فالمكونات هتضيع جواه، فهضطر أستعين بكيس التلاجة علشان أخد الشكل اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. بعد ما فضيت كل المكونات بتاعة اللانشون في قلب الكيس بالشكل ده، هبتدي أنزلها للقاع بتاع الكيس، وهديها خبطتين، كام خبطة مش خبطتين بالعدد يعني، علشان اخرج اي هواء موجود جوه اللانشون علشان ما يكونش فيه بعد كده اي فراغات او فجوات. وبعد كده هجيب كيس التلاجة هحطه في قلب الكيس الحراري. طبعا زي ما انتم شايفين كيس الحراري اللي معايا كيس جامبو، يعني ياخد ديك رومي مش ياخد بس شوية من اللانشون. وبعد كده غلفته في الورق الفويل. طبعا انا قصيت القطعة دي او الجزء ده من الفيديو، لان اللون السيلفر كان مع الاضاءة عامل اضاءة عكسية شكلها غريب جدا. بعد كده جبت المية المغلية وضفت فيها قطعة اللانشون، وهرفعها على النار لمدة من ساعة لساعة وربع، وده كده شكله بعد ما استوى تماما. دلوقتي هسيبه لما يهدى خالص، لو يفضل طبعا انك تدخلي التلاجة 2 3 ساعات لحد ما يبرد تماما. هنا كان لسه دافي، ما كانش بارد قوي، بس كنت اقدر اتحكم فيه واقدر اقطعه. بعد كده هشيله من الفويل. طبعا الفويل بعد ما نزل المية المغلية اللمعة بتاعته هديت شوية، فظبط سنة معايا في الاضاءة. زي ما انت شايفة في وقت قياسي تقريبا يعني بالتحضير بكله حوالي 1.5 ساعة، وكان جاهز معايا ألذ وأفضل وأنضف لانشون ممكن تعمليه في البيت. تقدري تستغني عن اللحمة وتستبدليها بالفراخ، وتقدري تستغني عن اللحمة وعن الفراخ وتعمليها من غير أي بروتين، هيبقى معاكي أحلى وأنضف لانشون معمول في البيت. يعني مفيش أسهل ولا أبسط من كده طريقة تعملي بيها اللانشون في البيت والنتيجة تكون ممتازة زي ما انت شايفة. طبعا لسندوتشات المدرسة وكمان للفطار أو للعشاء هايل جدا ولذيذ جدا، تعمليه بالبيض، تعمليه لوحده كده سندوتشات، حاجة أكتر من رائعة وطعمه لذيذ جدا جدا، أنصحك فعلا تجربي. طبعا ما يفضلش إنك تعملي كمية كبيرة، لأن مفهوش أي مواد حافظة، فمش هيقعد معاكي وقت طويل في التلاجة، ولو شلتيه في الفريزر لما تطلعيه مش هيكون بنفس النتيجة اللي انت شلتيه عليها. طبعا نعومة نسيج اللانشون بيعتمد بشكل أساسي على فرم المكونات كويس جدا جدا، وطبعا سمك الشريحة بيعتمد على السكينة اللي انت بتقطعي بيها.
دي كانت وصفتي ليكم النهاردة، أتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، ودمتم آمنين يا أحلى متابعين.